حادثة بشعة، سبع أفراد من أسرة واحدة في البحيرة، الجيران فوجئوا أنهم جثث محروقة. الدنيا زاطت وهاجت وماجت. طبعا الأمن بيتدخل والشرطة وكردون وفي إيه والكلام ده، لحد ما جه تقرير الطبيب الشرعي قال لك السبعة دول ما ماتوش بالحرق، ده في اتنين منهم اتقتلوا قبل ما يتحرقوا. وبالبحث والتحري وجد أن أب هذه العائلة كان شاهدا في إحدى القضايا على 11 شخص في قضية ما، وهو كان الشاهد، ربما الشاهد المرجح أو الشاهد الوحيد، ونتج عن شهادته سجن هؤلاء. مزيد من التفاصيل مع صديقي العزيز الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير جريدة الوطن الأستاذ سامي عبد الراضي. بعد مساء الخير أستاذ سامي، عاوز أعرف الأول تفاصيل الحادثة كيف وقعت، والتقرير الطب الشرعي قال إيه؟ أستاذ محمد مساء الخير على حضرتك وعلى جمهور القاهرة والناس وكل مشاهدي برنامجك المحترم. القضية زي ما حضرتك تابعت وكل الناس أو غالبية الناس تابعت من امبارح، هو بيت مبني من دور أول ودور تاني لسه هيتبني في عزبة الطرح في كفر الدوار في البحيرة، والناس صحيت على حريق وراحوا للشرطة، جات والنيابة انتقلت ولقوا الزوج وزوجته وأولادهم الأربعة ميتين، وكذلك أم الزوج كانت موجودة بالصدفة في البيت فماتت. كان في طعنات في بعض الجثامين، والبعض الآخر مات بفعل الاختناق وبفعل الحريق. يعني في مثلا أصغر الأطفال عنده 4 سنين، ده ما كانش فيه أي إصابات أو أي ده مات محروق على طول، هو مات محروق مختنق بالغاز. نعم. يمكن امبارح كان ظهر معلومات ان علي رحمة الله اللي توفى كان شاهد في قضية من القضايا، وهذه القضية بعد شهادته هو أدين فيها 11 متهم وحكم عليهم بالسجن 10 سنين، لكن النهاردة حصل تطور أحدث شوية من القصة دي. طب أتوقف قدام ملحوظة حضرتك أستاذ سامي أن أحد القتلى كان شاهدا في إحدى القضايا ونتج عن شهادته بحق 11 متهم سجنهم 10 سنوات. نعم. لكن مع البحث والتحري وجمع معلومات من خلال شغل حقيقي محترف من الأمن العام ومن مباحث وزارة الداخلية ومباحث البحيرة، وصلوا لخيط آخر في القضية. هم لقوا آثار لدماء بطول حوالي 300 متر من مدخل الباب بتاع البيت، بطول 300 متر لحد أقرب بيت ليه، يعني كان البيت المجاور على بعد 300 متر أو 250 متر، لقوا خيط من الدم في المكان ده أو في الطريق أو بالطول اللي أنا ذكرته لحضرتك. ده معناه إن ده هو الجاني أو أحد الجنال، ده دمه. فأخذوا عينة من الدم. دايما في شغل المباحث مع وقوع جريمة زي دي بيتم فحص المسجلين خطر والأشقياء في المكان في دائرة الجريمة. نعم. وبيبقوا معروفين من خلال القرى، حضرتك عارف ان كل الناس هناك عارفة بعض. أصابع الاتهام يعني أشارت لجزار في الساكن قريب من بيت المجني عليه، وبالفعل حسب المعلومات اللي لدينا يعني وتوصلنا ليها ونشرناها في الوطن، هو بعد الجريمة راح استخبى في مدينة برج العرب في اسكندرية. انت عارف العزبة دي على حدود اسكندرية، اللي هي عزبة الطرح في كفر الدوار على الحدود مع اسكندرية. فهو الراجل راح قعد في برج العرب ووصلوا له المباحث، وصلوا له، ولما وصلوا لقوا دراعه مكسور وفي اثار لجروح وخربشه في جسمه، فكان واضح لديهم يعني كده كان في مقاومه يا استاذ سامي. كان في مقاومه، والمعلومات اللي عندنا ان اللي قاومه
بعد موت الأب هو الابن الأكبر عنده 15 سنة اسمه شهاب، وده تسبب في إن المتهم دراعه اتكسر، فلقوا دراعه مكسور ولقوا فيه إصابات، والدم اللي كان نازل من جسمه هو مطابق لفصيلته. هو هيتم طبعا حضرتك أستاذ وعارف إن هيتاخد عينة منه وهيتم المضاهاة بينها وبين الدم اللي عثر عليه وكان له آثار في قدام البيت، دي رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك عارف البيوت اللي في الفلاحين عند حبايبنا في مضيفة أو قعدة عربي، في القعدة دي كان أول ما وصلت الشرطة ونيابة امبارح والأدلة الجنائية لقوا كوبايتين شاي ولقوا طفاية فيها سجاير كتير، ده معناه إن كان في قعدة ما بين المتهم والمجني عليه اللي توفى إلى رحمة الله، وكان في وجه ضيافة. تبين كمان إن المتهم إزاي دخل بيت المجني عليه، دخل إن هم عارفين بعض وقال له إن أنا عايز أستخبى عنك لأن باين في مطاردة أو في الحكومة عايزة توصل لي، وبعد شوية قال له أنا عايز أشتري منك الماشية اللي عندك، و بعد ساعة أو اتنين بعد ما دخلوا في النوم حاول يسرق بعض المشية، ومن هنا بدأ الاشتباك. دي كل المعلومات الأولية. الأولية طبعا. طبعا انت شايف يا أستاذ سامي الحقائق تبدأ تتكشف خلال قد ايه يعني؟ خلال 24 ساعة. 24 يعني ساعة. هيكون لأن يعني الجريمة بشعة وهزت أركان البحيرة يعني. طبعا طبعا، وجريمة عادت للأذهان مذبحة حصلت في بني مزار في نفس التوقيت. كانت يوم 31/12/2006 يعني ما فيش فروق كتير في نفس التوقيت، لكن حقيقي أجهزة الأمن وصلت 12 ساعة للمتهم، والمعلومة اللي عندي أنه هو اعترف تفصيليا بالجريمة. تحية طبعا لأجهزة الأمن اللي نجحت طبعاً بسرعة شديدة في الوصول ليه، يعني تباشير بتقول ان هو ده المتهم او القاتل. بس قضيه زي كده يا استاذ سامي من خلال متابعتك للحوادث بشكل عام على مدار سنوات طويله، ده هيبقى متهم فيها شخص واحد ولا اكتر من شخص؟ حسب السيناريو اللي اتحكى وحسب البقايا، مسرح الجريمه هنا بيسموه الشاهد الصامت، فالشاهد الصامت ادانا بقايا كوبايتين شاي، وادانا بقايا سجائر، وادانا اثار دماء في المكان، وادانا جسامين قتلت او ضحايا قتلوا، بعضهم قتل بالطعن والذبح، وده بيؤكد احترافيه القاتل لانه معاه سكين وهو جزار، يبقى ده جزار ومتمرس في استخدامه للسكين. وفي اثنين او ثلاثه من اصل سبعه ماتوا بفعل الحريق وبفعل الاختناق، فالسيناريو هنا بيوضح ده. وكان بالليل، وانت عارف حضرتك في الشتاء تحديدا الاسر بتنام بدري، وسواء اطفال او كبار او كبار في السن، فهو يبدو انه خلص على الاب الاول وبعد كده الابن الكبير ظهر، وبعد كده الزوجه صحيت، وبعد كده الام اللي هي السيده الكادة عليها رحمه الله صحيت، وحصل القتل تباعا. هي جريمه بشعه بكل المقاييس يا استاذ سامي. طبعا ننتظر بيان، ننتظر التحقيقات. نعم، وانا بذكر حضرتك انا قلت برضو ما ينفعش نتاخر عن الاستاذ محمد علي خير وبرنامجه الوقور المحترم الهادئ. تسلم لي صديقي العزيز نائب رئيس تحرير جريدة الوطن استاذ سامي عبد الراضي، وهطلع فاصل.